حول أخبار الاقتصاد في السعودية وأيضا السوق السعودي. ينضم إلينا من جدة حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. مرحبا بك سيد حسين. دعنا نتحدث عن توقعات صندوق النقد والتعديل الجاري لهذا العام. نتحدث عن رفع صندوق النقد لنسبة 14% إلى الوصول إلى 2.8%. كيف سينعكس ذلك على القطاع الخاص أو الاقتصاد الجزئي وسوق المال بالتحديد؟ مساء الخير عبد الله، مساء الخير على مشاهدي قناة الشرق. طبعا بلا شك يعني المعطيات التي حدثت خلال الفترة الماضية هي مؤشر قوي على أن الاقتصاد السعودي تعافى وتعافى بقوة، لذلك لاحظنا تراجع العجز في الموازنة إلى أرقام يعني تقريبا أرقام حدود 12 مليار ريال، وهذا طبعا أقل من المقدر بكثير. وبالتالي اعتقد عندنا ايضا الصادرات الغير نفطيه نمت يعني بشكل كبير جدا، وايضا الايرادات الغير نفطيه نمت نمو جيد، وبالتالي هذه المعطيات يعني غيرت نظره صندوق النقد الدولي في التقييم او التوقعات السابقه الى توقعات فرق كبير جدا، ولكن هذا ناتج حقيقه عن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي، وايضا اسعار النفط التي يعني الان تراوح في حدود 80 دولار، وهذا طبعا اعلى بكثير من تقديرات الميزانيه التي كانت عند 55 دولار. بما اننا نتحدث عن اسعار النفط، ايضا اوبك خفضت من توقعاتها خلال هذا العام، كيف سينعكس ذلك على اسعار النفط وبالتالي ايضا على تحركات تاسي الذي بدا يعود بالارتباط تدريجيا الى مسارات برنت وايضا دبليو تي اي؟ طبعا ربما تنخفض يعني، ولكنها لن تكون يعني انخفاض كبير جدا، لانه الطلب يعني اعتقد انه الانخفاض هذا التوقعات بسيط جدا، يعني 160 الف برميل في اليوم، هذا يعتبر يعني انخفاض هامشي ولن يؤثر بشكل كبير جدا على اسعار النفط، ولكن هذا تاثيرها طبعا على السوق السعوديه. ارتفاع النفط لا شك انه واضح في خلال الفترة الماضية، وصول المؤشر إلى أرقام تعتبر جيدة يعني مستويات 2000 مستويات ما بعد 2006، وبالتالي أنا أعتقد إنه النفط يعني كان عامل رئيس في هذه الارتفاعات التي يعني حصلت في السوق السعودية. هل السوق سيتبع أسعار النفط بشكل واضح خصوصا بعد وصوله إلى هذه المستويات 600 نقطة نتحدث بعد 11000؟ نعم عبد الله، لاحظنا انه خلال الفتره الماضيه يعني كان فيها معامل الارتباط ما بين السوق السعوديه وارتفاع اسعار النفط معامل واضح كبير جدا، وبالتالي اعتقد انه تاثير اسعار النفط واضح على السوق السعوديه وارتفاعه الى هذه المستويات العاليه. ايضا ارباح الشركات البتروكيميكال التي كانت ارباح جيده ساهمت بشكل كبير جدا في رفع السوق السعوديه الى هذه المستويات. دعنا نتحدث عن أكوا باور، يبدو اليوم أنه سينتهي مسألة التذبذب أو النطاق السعري عند 30% بسبب الإدراج الحديث للشركة، رأيناها تتراجع في جلسة يوم أمس ولكن اليوم تعود إلى الارتفاعات، ماذا حدث في سهم أكوا باور؟ وعادة نرى في الأسهم الجديدة المدرجة في السوق ارتفاعات تستمر إلى 3 أيام أو حتى 4 أيام، ولكن أكوا باور ارتفع في الجلسة الأولى، في الجلسة الثانية رأيناه يسجل تراجعات بلغت نسبتها 8%، ماذا حدث في السهم وماذا عن السيولة المؤسساتية داخل هذا السهم، وهل لها علاقة في ارتفاع قيم التداول خلال اليومين الماضيين؟ عبد الله، خلينا نقول انه المؤسسات المالية للأسف الشديد انها استغلت التسهيلات التي منحت لها من هيئة السوق المالية، وبالتالي استغلتها استغلال سيء جدا. لاحظنا مثلا الصناديق التي تعمل في الطروحات الأولية العملاء ضخوا فيها مبالغ حقيقية، وبالتالي الأسهم التي خصصت لهم لم تكن عشر ما خصص للمحافظ المدارة أو الشركات الأخرى التي ضخت يعني مبالغ هي عبارة عن أو تغطية ورقية وليست مبالغ أو سيولة حقيقية، وبالتالي اعتقد ان المتضرر من هذه الاكتتاب من هذا الاكتتاب هم الذين شاركوا في الصندوق صناديق الاكتتابات الاوليه، وبالتالي انا اعتقد انه لابد ان تعيد هيئه السوق الماليه النظر في
منح التسهيلات او يعني التوسع في هذه التسهيلات التي تمنح لعملاء، سواء العملاء المحافظ المداره او المؤسسات التي ترتبط بشكل كبير جدا مع الشركات الماليه. وبالتالي لاحظنا امس يعني الهدف المهم لهيئه السوق الماليه من تخصيص 10% فقط للافراد هو تحويل السوق الى سوق مؤسسيه، ولكن للاسف الشديد امس لاحظنا الضخ الكبير والبيع الجائر على السهم كان من المؤسسات الماليه. وبالتالي انا اعتقد انه يعني الهدف الرئيس من تحول السوق الى سوق مؤسسيه لم يتحقق مع هذه التسهيلات التي منحت للمؤسسات الماليه. نعم، من جده حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، شكرا جزيلا لك.